كنا اكتشفنا انا نذكر برك المشاهدين تاعنا باللي اختيار تاع الرياضيين ما كانش غير تكنيكمون ولا شكون اللي خدم مليح ولا حتى الطاقم ديزات فايت خمم في الناس اللي بعثوا لنا دي فيديو وكانوا بعض الانتقادات كما تاع بليده هذا بعث لنا فيديو اللي كان سياسيا فارس هذا ماذا بينا يتكلم عليه اكثر فارس حمادي هذا انتقدوه بزاف وهضروا عليه بزاف وعلى كل حال كيفاش نقول لك شغل سي ان ديبيوتون في سبور دو كومبا حنا وبعث لنا هو مسكين شغل بعث باش يشارك معنا باش يشارك في ديزات فايت وتشاورنا مع حمزه وتشاورنا مع امين وقلنا نجيبوه حنا وعندنا لي كوتش تاعنا يعلموه وخصنا له كان معاه كان يسوي فيه الكوتش الياس سويفا وكذا وعلمو دي تكنيك علمو كذا يا اسما ما يقدرش يعلمو بزاف علمو واش يقدر عطارو تقنيات وقالو لازم تزيد تطور روحك في ليصال يعني واش المليح ولا الشيء الجميل في البرنامج دي زاد فايت ما عطاوش فرصه غير الابطال ولا عطاو فرصه للناس اللي عندها اكسبيريونس ولا شركة ديجا من قبل حتى الهوات اللي كان البرنامج عطى لهم فرصه ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكامل الرياضيين تاعنا ودائما نقولوا هذه يا درا شكون اللي حيفوز بالحزام يا درا يفوز بالحزام وبلقب بطل ديزاد فايت شي هذا كامل راح ان شاء الله نكتشفوها في اليوميات تاعنا دائما على قناتكم الجزائريه وان يسير